أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: وجدت كتابا في المكتبة عنوانه حقيقة لا إله إلا الله، تأليف المودودي وسيد قطب وصالح الفوزان، هل اطلعتم على هذا الكتاب وما رأيكم فيه؟ نعم اطلعنا على هذا الكتاب، وهو جمع بين المتناقضات، وكأنهم يريدون أن يروجوا فكر المودودي وسيد قطب لأنهم من أقطاب الإخوان المسلمين، فهم يريدون ترويج رأيهم في لا إله إلا الله وأنها الحاكمية. هذا غلط. نعم.